قال وزير خارجية تايوان إن الصين تستخدم التدريبات العسكرية التي بدأتها احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ذريعة للتحضير لغزو الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. وأضاف الوزير أن تايوان التي تقول الصين إنها أرض تابعة لها لن تتعرض للترهيب حتى في ظل استمرار التدريبات مع انتهاك الصين للخط الفاصل غير الرسمي في مضيق تايوان. الصين استخدمت المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان. هذا ما قاله وزير الخارجية التايواني تعقيبا على استمرار المناورات العسكرية التي تجريها الصين حول بلاده. فهذه المناورات تشكل الآن مصدر قلق للمنطقة الآسيوية خوفا من اندلاع حرب لا يحمد عقباها. وعلى الرغم من إصرار تايبي على أن المناورات التي تجريها الآن مقررة من فترة ولا تأتي في إطار الرد على التدريبات الصينية، إلا أن إجراء هذه المناورات بالذخيرة الحية وشمولها محاكاة للدفاع عن الجزيرة من غزو صيني يزيد من مخاوف اندلاع مواجهات بين البلدين. تصريحات وزارة الخارجية في تايوان أكدت أن الصين تنوي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها، ونددت أيضاً باستمرار مناورات الصين التي كان من المفترض أن تنتهي الأحد الماضي، قائلة إن استمرار المناورات أعاق أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاماً في العالم. أما الولايات المتحدة التي تسببت زيارة رئيسة مجلس النواب فيها بهذه الأزمة فترى أن خطر حصول مزيد من التصعيد من الجانب الصيني ضئيل، بينما تؤكد بكين أن تصرفاتها الأخيرة مناسبة لما وصفته بالاستفزاز الأمريكي، قائلة بأنها ستحطم أوهام تايوان بالحصول على الاستقلال بوساطة أمريكية بحسب تصريحات وزارة الخارجية الصينية. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير، أهلا وسهلا بك دكتور أيمن. إذن دكتور أيمن، أمام ما يحدث الآن وهذه المناورات، فما هو السيناريو الأرجح عندما نتحدث عن احتمالية فعلا بدء الصين بالهجوم أمام هذه لربما التحضيرات التي تقوم بعقدها؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أنا في تقديري الصين لن تقوم بالسيطرة الكاملة على جزيرة تايوان أو القيام بغزو جزيرة تايوان، لكنها بالفعل تقوم بتغيير الوضع الذي كان قبل زيارة نانسي بيلوسي، قبل قيام نانسي بيلوسي بزيارة إلى تايوان. هذا الوضع الجديد يتمثل في السيطرة بشكل كامل على مضيق تايوان، وبالتالي تربط ما يسمى ببحر الصين الشرقي ببحر الصين الجنوبي. في الماضي أو قبل زيارة نانسي بيلوسي كانت ينظر إلى مضيق تايوان وإلى بحر الصين الشرقي وإلى بحر الصين الجنوبي باعتبارها ممرات مائية دولية تستطيع السفن الحربية والتجارية أن تمر بها دون العودة للصين ودون التنسيق مع الحكومة الصينية. الآن من خلال الإجراءات الجديدة والمناورة التي تقوم بها الصين في المحاور الستة، هي بالفعل ألغت ما يسمى بالمياه الدولية، وتحولت هذه المياه الدولية إلى مياه خاصة بالصين أو مياه إقليمية تابعة للصين. من هذا الوضع الجديد في تقديري بيساعد الصين في أمرين. الأمر الأول أنها إذا ما رأت في أي وقت أنها تريد اقتحام الجزيرة الرئيسية لتايوان تستطيع أن تقتحمها دون أي عوائق. الأمر الآخر يوفر للجيش الصيني وللبحرية الصينية تحديدا عمق كبير جدا ومساحة عملاقة. نعم. في الوضع السابق كانت تستطيع البحرية الأمريكية والجيوش الأمريكية أن تصل إلى تايوان من محورين، من محور بحر الصين الجنوبي يعني من ناحية الفلبين وسنغافورة وإندونيسيا وغيرها، أو من المحور الشمالي من ناحية كوريا الشمالية واليابان. بالسيطرة الكاملة على مضيق تايوان لن تستطيع الجيوش والأساطيل الأمريكية ولا اليابانية ولا الكورية الجنوبية أن تصل إلى تايوان، وفي تقدير هذا هو الوضع الجديد. نعم، إذن هل من الممكن البعض يذهب دكتور أيمن لمقاربة هذه مع محاكاة لما حدث بين روسيا وأوكرانيا عندما كانت روسيا تحشد الجيش على الحدود، فما مدى التشابه برأيك في هذا المشهد؟
في تقدير الوضع مختلف للغاية. أوكرانيا هي تجاور حلف الناتو بشكل مباشر، يعني على الحدود الأوكرانية المباشرة تقع دول مثل بلغاريا، مثل بولندا، مثل دول البحر البلطيق الثلاثة. وبالتالي فكرة الإمداد بالقوات وبالسلاح وبالعتاد وحتى خروج حتى اللاجئين من أوكرانيا مباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي هو أمر سهل للغاية، هو عبارة عن خط فاصل أو سلك شائك يفصل ما بين أوكرانيا وحلف الناتو وبين أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي. لكن تايوان أنا في تقديري هو وضع مثالي كامل بالنسبة للصين للسيطرة عليها دون عوائق تذكر. بمعنى تايوان هي جزيرة تبعد فقط عن البر الصيني 150 كيلومتر، بينما تبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 12,000 كيلومتر. أقرب نقطة للمساعدة في تايوان هي إما في بحر الصين الجنوبي في القاعدة الأمريكية الموجودة في الفلبين، أو أن تأتي من جزيرة أوكوناوا في أقصى جنوب اليابان، أو حتى من القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية، وهي مناطق بعيدة للغاية وليس حدود مباشرة. وبالتالي أنا في تقديري الصينيون إذا ما رغبوا أو توفرت لديهم الإرادة السياسية للسيطرة على تايوان، هذا هو الوقت المثالي الكامل للسيطرة على تايوان. لكن الصين في تقديري تدرك أبعاد أخرى وأبعاد خطيرة أخرى تتعلق بالتجارة. معروف وربما التقرير أشار إلى هذا الأمر، هذا المنطقة هي أكثر المناطق ازدحاما بالسفر التجارية في العالم، بيمر من خلالها تلتين التجارة الدولية، حوالي 75 تريليون دولار من التجارة الدولية. إذا ما قامت الصين بالسيطرة على تايوان سوف تخسر تجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 750 مليار دولار و850 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن حوالي 500 مليار دولار مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن سمير من القاهرة، أستاذ العلاقات الدولية.